بعد ذلك تبعد ونعود مرتدة سريعة للأمام، ويتقدم الآن الكرة لجوردي وخطيرة. جول ليفانتي السنغالي ديوارا سجل وأشعل فالنسيا وبالتالي باباكر ديوارا نعم يأتي ويسجل، وبالتالي يتقدم ليفانتي ويطلب من المصور الابتعاد. أرخل دي ماريا من ضربة ركنية ملعوبة، جول ما راح يسكت الريال. تحمل ليفانتي عندما اصطاد الكبير. يأتي الآن الرد السريع وسيرخي راموس يتقدم للأمام، وبالتالي يعالج الكرة الماضية من ضربة ركنية بطريقة ممتازة، يتابعها ويسكنها الشباك، وبالتالي ريال مدريد ما يحصل النادي ليفانتي. عالية خطيرة، فرصة ليفانتي، بطيء لازالت موجودة. اللي كان بديل وتحول الى المباراة الكرة الماضية بإصرار كبير من المغربي نبيل الزهر مع اكثر من قميص ابيض، ومع ذلك ياتي بالحال ويلبس اللون الابيض، تكون حقيقة وفرة دائما، وهذه كرة فيها المرور فيها التقدم لجميلة منقولة شباك ليفانتي. العام هدف الأول بالليغا كان في شباك ليفانتي في هذا الملعب، والله الله صغير لكن بأسلوب الكبار يأتي ويدرك التعادل بالفعل. شوف أمامه كم مدافع، مع ذلك الآن والريال الآن يتقدم، الآن يتقدم للأمام إلى خطيرة في المكان السليم، وصلت الآن كريستيانو سنتر جول. الله هو كريستيانو رونالدو، عجيبة على كريستيانو رونالدو. لا تقول هذه شاهد مرة ومرتين وثلاث في الوقت القاتل، ما لها إلا كريستيانو رونالدو اللي يضع هذه القوة وهذه الدقة في الكرة الماضية، مرت من الكون اصطدت ووصلت، وكريستيانو رونالدو بالتالي يسجل مرة أخرى ويهدي ريال مدريد الفرح. اي نعم، عجيبة يعني عجيبة كريستيانو.